أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد على ما يجمع مملكة البحرين واليابان من علاقات متميزة في مختلف المجالات في إطار ما يربطهما من تعاون ثنائي في العديد من القطاعات الحيوية، بما يرفض تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم مع السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، حيث نوه سموه بالاهتمام الذي تليه المملكة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع اليابان بما يحقق الرؤى المشتركة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا سموه إلى أن ما تحقق للبلدين الصديقين من تطور على الأصعدة المختلفة والتي عززتها الزيارات المتبادلة بينهما وما نتج عنها من شراكات اقتصادية نوعية بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وخلال اللقاء تم استعراض مسارات التعاون المشترك بين المملكة واليابان وسبل تعزيزها إلى جانب أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، وسعادة السيد أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان.